للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تعز الصحفي عبد الرحمن الشوافي. عبد الرحمن مرحبا بك. مرحبا، تحية لك ولمشاهدي قناتك. عبد الرحمن، ضعنا في صورة الانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني اليوم في جبهات تعز. نعم، في الحقيقة هناك تحرك كبير لقوات محور تعز العسكري في أكثر من جبهة وعلى أكثر من محور، حققت خلالها تقدم ملحوظ واستراتيجي في جبهات مهمة، أهمها جبهة مقبنة غرب مدينة تعز. في هذه الجبهة تحديدا، وهي الجبهة الاستراتيجية، يمكن اعتبارها جبهة استراتيجية حاكمة في هذه المنطقة، حررت قوات الجيش الوطني عدد من المناطق في جبهة الأشروح وجبهة القوز، حررت عدد من التباب المهمة والجبال التي بسيطرة قوات الجيش عليها يمكن أن تحقق تقدم. يعني هذه الانتصارات سيكون لها ما بعدها. أيضا كان هناك تحرك آخر لقوات الجيش الوطني في تعز في الجبهة الشرقية، حيث تحركت قوات محور تعز من عدد من الأنوية العسكرية وشنت هجوم على عدد من مواقع الحوثيين في تبة القعشة ومحيط فرزة صنعاء. يمكن القول أن هذا التحرك الذي حدث اليوم في تعز يمكن وصفه بالتحرك العسكري الاستراتيجي، كشف عديد من يعني لجانب الانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني، فقد كشف هشاشة وضع الميليشيات الحوثية في جبهة تعز، وبالتالي أي استمرار في العملية العسكرية إذا ما يعني استمر الجيش في هذه العملية ولاقى الدعم المناسب سيحقق انتصارات كثيرة. ممكن القول أنه سيتمكن من فك الحصار عن مدينة تعز من الجهة الغربية. نعم، عبد الرحمن، ما أهمية تحرك هذه الجبهات في ظل استمرار المعارك في مختلف جبهات مارب؟ نعم، هذه نقطة مهمة جدا. التحرك في جبهة تعز بالتأكيد سيكون له الأثر الإيجابي والانعكاس الهام على جبهة، خصوصا وأن الميليشيات الحوثية معروف أنها حينما تلاقي أو حينما يحدث ضغط على أفرادها في جبهة من الجبهات فإنها تتراجع في جبهات أخرى، وبالتالي هذا الضغط والتحرك العسكري في تعز على أكثر من جبهة، خصوصا أنه في أكثر من جبهة وفي أكثر من حور، وهذا يساعد على تشتيت قوات الميليشيا، ما سيدفعها بالتأكيد إلى أنها خصوصا هذه الجبهات الاستراتيجية أنها لن تتخلى عنها، وبالتأكيد ستقوم بدفع تعزيزات من جحافلها من الميليشيات، وهذا بالطبع سيؤثر بشكل إيجابي على معركة مارب وسيسهم في تخفيف الضغط على قوات الجيش الوطني التي تقارع هذه الميليشيا منذ قرابة شهر وتتعرض لحملة غاشمة وظالمة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. نعم، عبد الرحمن، لو سألتك عن معنويات الناس في الشارع، معنويات البسطاء، الحاضنة الشعبية، المواطنين في تعز مع هذه الانتصارات، كيف هي معنوياتهم؟ الناس في تعز والحاضنة الشعبية عموما وكل الأطياف من كل الأطياف والانتماءات يترقبون للحظة الخلاص من هذه الميليشيا التي خنقت المدينة منذ ما يزيد عن 6 سنوات حصارا وقصفا وإرهابا وتجويعا، وبالتالي هم بكل تأكيد مع أي تحرك لقوات الجيش الوطني، لأن في هذا التحرك بالتأكيد سيكون خلاص لهم من هذه المأساة المستمرة منذ 6 سنوات على هذه المدينة. معنويات الناس هنا سواء من خلال من نقابلهم ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال حديث الناس في الطرقات والأماكن، الجميع يستبشرون، ورغم القصف الذي شنته الميليشيا الحوثية من مواقع تمركزها على عدد من أحياء المدينة، إلا أن الناس يعرفون أن لكل انتصار ثمن، وهذا ما عودتنا عليه ميليشيا الحوثي حينما تتعرض لهزائم كبيرة تلجا إلى قصف الأحياء السكنية. رغم هذا القصف الذي تواصل الميليشيا شنه على المدينة، إلا أنهم يستبشرون ويتمنون أن يواصل الجيش الوطني معاركه لتخليص هذه المدينة وتحقيق الانتصار الكبير والتحرير الكامل. عبد الرحمن الشوافي، صحفي من تعز، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.